بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد، ونواصل مع سلسلة الدروس الخاصة بتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ونبقى مع المحور الثاني من الأدب الحديث والمعاصر، وتحديدا مع الوحدة السادسة المتعلقة بالثورة الجزائرية والثورة التحريرية الجزائرية في الشعر العربي. وسبق وأن بدأنا بدراسة بعض مواضيع هذه الوحدة، بداية من النص الأدبي الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية، واليوم سنواصل مع النص الأدبي الثاني جميلة لشفيق الكمالي. إذن سنتعرف من خلال هذا النص على موضوع الثورة الجزائرية في الشعر العربي، كيف تفاعل الشعراء العرب مع الثورة الجزائرية، ثورة الثورة الجزائرية في الأدب المشرقي وأيضا في الأدب الجزائري، كما تعرفنا على ذلك من خلال النص الأدبي الأول الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية. إذن اليوم سنحلل قصيدة جميلة لشفيق الكمالي، ونتعرف أكثر على موضوع الثورة الجزائرية في الشعر العربي المشرقي مع الشاعر العراقي شفيق الكمالي. إذن نبدأ أولا بالتمهيد لهذا الموضوع. إذن تفاعل الأدباء العرب مع الثورة الجزائرية التي شغلت اهتمام الشعراء والأدباء. إذن لقد شغلت الثورة الجزائرية اهتمام الثوار كما شغلت اهتمام الشعراء والأدباء، فانطلقت ألسنتهم تصف ما يحدث في أرض الجزائر وتساند الشعب في ثورته من أجل تقرير مصيره. فهل تعرف من الشعراء من كتب عن الجزائر؟ إذن بالنسبة للثورة الجزائرية، هي من الثورات التي شغلت اهتمام الشعراء العرب، إن لم نقل جل الشعراء العرب، خاصة في إبان الثورة التحريرية، فالجميع ساند هذه الثورة لأنها كانت ثورة من أجل تقرير المصير، من أجل استرجاع الحق، وكذلك نظرا لارتباطهم القومي بالجزائر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية. فأغلب الشعراء العرب تناولوا موضوع الثورة الجزائرية، ومن أمثال هؤلاء الشاعر العراقي شفيق الكمالي، كذلك الشاعر السوري سليمان العيسى، كذلك نزار قباني، محمود درويش وغيرهم من الشعراء العرب. فتقريبا لا يوجد شاعر عربي لم يتفاعل مع الثورة الجزائرية ولم يكن من الشعراء الذين ساندوا هذه الثورة وتفاعلوا معها. إذن بالنسبة للشاعر العراقي شفيق الكمالي، مثله مثل الشعراء العرب الذين تفاعلوا مع الثورة الجزائرية، وهذه القصيدة قصيدة جميلة خير مثال ودليل على ذلك. نتعرف أولا على صاحب النص وهو شفيق الكمالي. بالنسبة للشاعر، هو شاعر عراقي. إذن ولد الأديب شفيق بن عبد الجبار قدوري الكمالي في البوكمال، وهي منطقة على الحدود بين سوريا وكذلك العراق، سنة 1930. حصل على إجازة في الآداب وكذلك على شهادة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القاهرة. يعتبر من الأدباء الذين ترأسوا مجلس إدارة مجلة آفاق العربية، كذلك سلم وتولى العديد من المناصب السياسية خاصة في عهد حزب البعث العراقي، مثل وزارة الشباب وكذلك وزارة الإعلام. بالنسبة للشاعر، فإنه يمزج في الكتابة الشعرية بين القصيدة العمودية، فله بعض الكتابات في القصيدة العمودية الكلاسيكية وكذلك في القصيدة الحديثة قصيدة التفعيلة. هو أيضا صاحب النشيد الوطني العراقي السابق، أي قبل أن يستبدل هذا النشيد الوطني، كذلك زج به في السجن لمعارضته نظام الحكم عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أي حزب البعث العراقي. فالشاعر شفيق الكمالي كان من معارضي في فترة من الفترات من معارضي هذا النظام، ولذلك زج به في السجن. ثم بعد خروجه مات تحت تأثير هذه الصدمة سنة 1984. بالنسبة للشاعر، له الكثير من المجموعات الشعرية، طبعت له ثلاث مجموعات شعرية وهي رحيل الأمطار، هموم مروان،
وحبيبته الفارغة تنهيدات الأمير العربي. كما قلنا يقال أنه مات أو قتل تحت الصدمة سنة 1985. إذن هذا فيما يتعلق بالشاعر شفيق الكمالي، وهو من شعراء العراق، وفي هذه القصيدة كما قلنا يتناول الثورة التحريرية الجزائرية. إذن لم يكن الشاعر العربي شفيق الكمالي بمنأى عن قضايا أمته، بل كان ممن تحركهم نخوة القومية العربية. فما موقفه من الثورة الجزائرية؟ إذن هذا ما سنجيب عنه من خلال نصنا اليوم. إذن الشاعر شفيق الكمالي تفاعل مع الثورة الجزائرية، وهذا بدافع القومية العربية والانتماء للأمة العربية، كذلك عروبة الجزائر واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية. إذا نتعرف على مضمون القصيدة، ثم نحاول أن نحلل ما ورد فيها من أفكار غيرها من الظواهر النقدية المرتبطة بالشعر الحر أو شعر التفعيلة. يقول الشاعر: هي لن تموت فخولة لما تزل، رغم الردى نجمة تلوح في العتمة، ياقوتة خضراء بسامة، فجدتي تحكي لنا عنها، عن سيفها الذي تهابه الرقاب، وزندها الأسمر، وكيف كانت بالعصا تشتت الكفار وأنقذت ذرار. لكن جدتي لا تسمع الأخبار، لم تدري أن خولة عادت إلى الوجود بزندها الأسمر، لكنهم يدعونها جميلة، تعيش في قلب الثرى الأحمر، حمامة سجينة. ما أروع السجينة، ما أروع الصمود من جميلة، يهابها السجان، يخيفه إصرار عينيها، جميلة يهابها الرجال، جميلة اللبؤ الجريحة، تفتر فوق ثغرها ابتسامة، كأنها تقول: لتشرب السياط من دمي، ليرتوي الجلاد، دروبنا قتاد، زيتوننا بنادق ونخلنا رماح، وخلف كل صخرة سنان. يا أنت يا سجان، يا حامي الحضارة العتيدة، حضارة القرصان، حضارة الخنجر، الشعب لن يقهر، حضارتي حضارة المشعل، عجل فلن أغدو فرنسية، عروبتي أقوى من الخنجر، عروبتي دمي، وهل أعيش دون دم؟ إذن القصيدة من كتاب الثورة الجزائرية في الشعر العراقي لعثمان سعدي، وهذا فيما يتعلق بقراءة القصيدة. نأتي الآن إلى شرح المعاني والمفردات السابعة على قلتها، وهذا ما يميز الشعر الحر على العموم، وهو الميل إلى اللغة السهلة والبسيطة، كذلك وشرح بعض الأعلام، أسماء الأعلام التي استخدمها الشاعر في هذه القصيدة. بالنسبة لأول كلمة، وهي كلمة العتمة في قول الشاعر: تلوح في العتمة، والعتمة بمعنى الظلمة. كذلك تفتر في قوله: تفتر فوق ثغرها ابتسامة، إذن تفتر بمعنى تبتسم بسخرية. كذلك في قوله: دروبنا قتاد، والقتاد هو نبات شوكي، وهنا استعملها للدلالة على معنى معين. كذلك الثرى في قوله: تعيش في قلب الثرى الأحمر، والثرى هو التراب الندي. كذلك القرصان في قوله: حضارة القرصان، في المقطع الأخير هو من القرصنة، أي السطو على سفن البحار. وهذا بالنسبة لأهم المفردات الصعبة في هذه القصيدة. نأتي الآن إلى الأعلام، استخدم الشاعر أسماء الأعلام. أولا جميلة بوحيرد، إذن هنا قصيدة جميلة هي عن جميلة بوحيرد، وهي مناضلة جزائرية ولدت في حي القصبة عام 1935، انضمت إلى جبهة التحرير الجزائرية، أصيبت برصاصة عام 1957 وألقي القبض عليها، صدر بحقها حكم الإعدام عام 1957، لأنها شاركت في الكثير من الأعمال الفدائية والأعمال النضالية ضد المستعمر في العاصمة. كذلك تحدد يوم 7 مارس سنة 1958 كموعد لتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر في حقها، ولكنه لم ينفذ نظرا
لتحول قضيتها إلى قضية رأي عام عالمي، فقد انتشرت قضية جميلة بوحيرد عالميا، وذلك من خلال قضية نضال المرأة الجزائرية. كذلك تعرضت لأشد أنواع التعذيب الوحشية في السجون الفرنسية. إذن كل هذه الأمور نتيجة أو بسبب مشاركتها في الثورة الجزائرية ونضالها مع الثوار، حيث كانت تقوم بنقل الأسلحة وكذلك وضع القنابل بأماكن يرتادها غلاة المستعمرين. كما قلنا اعتقلت سنة 1957 وحكم عليها بالإعدام، ولكنه لم ينفذ. وهي إحدى جميلات الجزائر، إذن جميلة بوحيرد، وجميلات الجزائر ثلاث: جميلة بوحيرد، جميلة بوباشا، وجميلة بوعزة. إذن هذا النص يتحدث عن جميلة بوحيرد كإحدى النساء المناضلات، كنموذج للمرأة الجزائرية المناضلة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. إذن هذا بالنسبة للعلم الأول من الأعلام التي وظفها الشاعر في هذه القصيدة. أما اسم العلم الثاني الذي وظفه الشاعر فهو خولة، وهنا يقصد خولة بنت الأزور الأسدي. إذن ذكر اسم خولة في بداية القصيدة. هي خولة بنت الأزور الأسدي، وهي شاعرة كانت من أشجع النساء في عصرها، وتشبه بخالد بن الوليد في حملاتها، وهي أخت ضرار بن الأزور، وهو أيضا أحد فرسان العرب في صدر الإسلام. لها أخبار كثيرة في فتوح الشام، شاركت في الكثير من الحروب، منها حروب المسلمين ضد الروم. كذلك هي شاعرة أيضا في شعرها جزالة وفخر، توفيت في أواخر عهد عثمان. إذن عندما شاركت مع المسلمين في أحد المعارك ضد الروم أنقذت أخاها ضرار بن الأزور من الأسر، وهذا ما ذكره الشاعر في هذه القصيدة، فقال: أنقذت ضرار، أنقذت أخاها من الأسر. إذن هذا فيما يتعلق بشرح المفردات وكذلك الأعلام. نأتي الآن إلى الحقل الدلالي. نلاحظ أن الشاعر استخدم في هذه القصيدة حقلا دلاليا ينتمي إلى مجال التعذيب، مثل قوله: سجينة، السجان، يخيف، الجريحة، السياط، الجلاد، غيرها من الكلمات الأخرى التي تنتمي إلى هذا المجال. إذن هذا فيما يتعلق بالحقل الدلالي. نأتي الآن إلى مرحلة الاكتشاف، أكتشف معطيات النص. السؤال الأول: ما موضوع النص وما مضمونه الإجمالي؟ بالنسبة لهذه القصيدة موضوعها سياسي، لأن الشاعر يتحدث عن الثورة الجزائرية، لذلك فموضوع هذا النص هو موضوع سياسي. أما بالنسبة للمضمون الإجمالي فنلاحظ أن الشاعر في هذه القصيدة يمجد البطولات ويخلد كذلك المجاهدة الأسطورة، نموذج المرأة العربية البطلة الصامدة جميلة، حتى تكون قدوة يحتذى بها في عالم التضحية في سبيل الوطن والحرية والكرامة. إذن من خلال القصيدة يظهر هذا التعبير عن البطولة وكذلك تخليد هذه المجاهدة، مثلا في قول حمامة: سجينة، ما أروع السجينة، ما أروع الصمود من جميلة، يهابها السجان، كذلك جميلة اللبو الجريح، إلى آخره. فهذا تمجيد لبطولات جميلة وتخليد لهذه المرأة النموذج، المرأة المجاهدة الأسطورة، وهي المرأة العربية البطلة الصامدة، فهي تعتبر قدوة في التضحية في سبيل الوطن والحرية والكرامة. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع النص وكذلك المضمون الإجمالي لهذا النص. السؤال الموالي: طبق عملية التخاطب أو نظرية الاتصال عند رومان جاكوبسون على النص. بالنسبة لهذه النظرية تعتمد على تحديد المرسل والمرسل إليه، كذلك المرسل إليه، كذلك الرسالة، السياق، الشفرة والوسيلة. بالنسبة للمرسل في هذا النص هو الشاعر العراقي شفيق الكمالي، أما المرسل إليه فهو كل ثائر أبي معتز بقوميته. إذن هذا النص هو موجه لكل إنسان مساند لقضايا التحرر، مرتبط بالأمة العربية، معتز بقوميته، فهو موجه للقارئ العربي والقارئ المسلم. إذن كل ثائر أبي معتز بقوميته، مساند لقضايا التحرر في الأمة الإسلامية جمعاء. أما الرسالة، رسالة الشاعر من خلال هذه القصيدة هي تخليد صمود البطلة الفدائية جميلة بوحيرد، واعتبارها رمزا في النضال والتضحية والفداء لكل نساء الأمة الإسلامية. إذن جميلة
جميلة بحيرات تعتبر رمزا من رموز التضحية، من رموز الصمود والنضال في وجه المحتل، وبذلك فهو يخلد هذا الصمود للبطلة الفدائية جميلة بحيرات. إذن هذه هي الرسالة التي وجهها الشاعر من خلال هذه القصيدة. أما السياق هو شعر سياسي، إذن سياق هذا النص هو من الشعر السياسي. أما الوسيلة فهي خطية بصرية، إذن وسيلة هذه الرسالة هي شعر، والشعر خطي بصري، وكذلك الشفرة هي أسلوب الشاعر. ونلاحظ أن أسلوب الشاعر ليس أسلوبا بسيط، بل هو أسلوب مشحون بالرموز والإيحاءات والخيال، مثل قوله حمامة سجينة، كذلك جميلة يهابها الرجال، جميلة اللبؤ الجريحة، كأنها تقول لتشرب السياط من دمي. إذن هنا التعبير هو تعبير مليء بالرموز بالإيحاءات بالخيال، وهي لغة الشاعر أكيد. إذن هذا فيما يتعلق بتطبيق عملية التخاطب على هذا النص، نظرية جاكوبسون. ننتقل إلى السؤال الموالي: حدد زمن كتابة هذا النص والمكان المؤطر له. إذن بالنسبة لزمن كتابة هذا النص هو زمن الثورة التحريرية الجزائرية، وتحديدا الأحداث المتعلقة باعتقال جميلة بوحيرد وغير ذلك. أما المكان فهو الجزائر، إذن باعتبار أن مكان الثورة التحريرية هو الجزائر، كذلك اعتقال جميلة ومحاكمتها هو الجزائر، اعتقلت في الجزائر، وكذلك الثورة الجزائرية، إذن مكانها هو الجزائر. إذن هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. ننتقل إلى السؤال الموالي: تصور الشاعر قارئا افتراضيا فمن يكون؟ إذن قارئ هذا النص هو كل مسلم أبي يعتز بقوميته، فهو يعبر بطريقة فيها نزعة قومية وفيها صمود ومساندة لقضايا التحرر، وبذلك فالقارئ بطبيعة الحال سيكون هذا الإنسان المعتز بقوميته. إذن كل مسلم أبي يعتز بقوميته وكذلك يساند قضايا التحرر في البلاد الإسلامية. السؤال الموالي: انطلق الشاعر من فضائين، فضاء خارج نصي وفضاء عبر المتخيل الشعري، استدل عليهما من النص. بالنسبة للشاعر فقد انطلق من فضائين، الفضاء الأول فضاء واقعي، أي الواقع الذي انطلق منه الشاعر، وهذا خارجي، خارج نصي نسميه. إذن الواقع هو واقع الثورة الجزائرية واستماتة الشعب الجزائري في سبيل استرجاع الحق السليبي والتعذيب الوحشي للثوار بما فيهم النساء. إذن هذا هو الواقع الذي انطلق منه الشاعر، وهو الحدث. إذن حدث الثورة الجزائرية، كذلك استماتة الشعب الجزائري، تعذيب الثوار، مثل ما هو الأمر مع جميلة بوحيرد باعتبارها اعتقلت وعذبت في سجون الاحتلال. أما الفضاء الثاني فهو فضاء خاص بالشاعر، وهو فضاء عبر المتخيل الشعري. إذن كيف صور شاعر هذا الواقع، كيف نظر إليه، وهذا الأمر خاص بالشاعر. إذن هو ذلك الفضاء الذي يهيم فيه الشاعر متخيلا البطلة لبؤ شرسة، إذن تخيلها مثل اللبؤ الشرسة، ترتعد لمرآها فرائس الجلاد، كذلك ترحب بالتعذيب في قوله تفتر فوق ثغرها ابتسامة، وكذلك لتشرب السياط من دمي. إذن لا تهتم بهذا التعذيب، التعذيب الوحشي، بل هي تتحدى ذلك. إذن ترحب بالتعذيب لتقدم دمها قربانا لمجد الجزائر وسيادتها، بل وحتى مظاهر الطبيعة وقفت صامدة وتتحدى غرور المستعمر وغطرسته، كما يظهر في قول الشاعر: زيتوننا بنادق، نخلنا رماح، وخلف كل صخرة سنان. إذن هذا المجال هو أو الفضاء خاص بالشاعر، وهو كيف تخيلها، كذلك عندما تخيلها مثل خولة بنت الأزور، وهنا إسقاط لشخصية جميلة بوحيرد على شخصية تاريخية دينية، وهي شخصية خولة بنت الأزور. وبذلك فهذا المجال هو مجال خاص بالشاعر، وهو المجال المتخيل الشعري. ننتقل إلى السؤال الموالي: يخلد الشاعر بطلة من بطلات الثورة الجزائرية المظفرة، من هي؟ حدد ملامحها كما وصفها الشاعر مستدلا بعبارات من النص. إذن في هذه القصيدة يخلد الشاعر شفيق الكمالي بطلة من بطلات الجزائر، وهي البطلة جميلة بوحيرد، ووصفها بأوصاف كثيرة. من بين هذه الأوصاف في قوله:
بزندها الأسمر، وهنا دليل على القوة، إذن وصفها بالقوة، وكذلك العروبة لأن السمار يدل على العروبة، إذن وصفها بعروبتها وبقوتها. إذن في قوله عادت إلى الوجود بزندها الأسمر، أي بقوتها وصلابتها وعروبتها. كذلك تعيش في قلب الثرى الأحمر، أي أنها تعيش في قلب الثورة، واللون الأحمر هنا دليل على الثورة الجزائرية والتضحيات، وبذلك وصفها بأنها تعيش في قلب الثورة. كذلك بأنها حمامة سجينة، في قوله حمامة سجينة، فهي بريئة لكنها مسلوبة الحرية، إذن حمامة سجينة أي أنها سلبت حريتها. كذلك وصفها بالصمود في قوله ما أروع السجينة، ما أروع الصمود من جميلة. كذلك مهيبة الجانب في قوله يهابها السجان. كذلك شجاعة وشرسة في قوله كاللب الجريحة، يظهر ذلك في قوله جميلة يهابها الرجال، جميلة اللب الجريحة. كذلك صبورة متحد كما يظهر في قوله تفتر فوق ثغرها ابتسامة، وهنا كناية عن التحدي والصمود، تفتر فوق ثغرها ابتسامة كأنها تقول لتشرب السياط من دمي، وهنا أيضا نبرة التحدي والصمود والتضحية. كذلك ليرتوي الجلاد، كذلك التحدي والصمود والصبر. أيضا مزدرية للحضارة، حضارة القراصنة الفرنسية، كما يظهر يا أنت يا سجان يا حامي الحضارة العتيدة، حضارة القرصان، حضارة الخنجر، الشعب لن يقهر، وهنا التفاؤل بالنصر والتغيير. كذلك في قولها حضارة، حضارة المشعل، هنا إشارة إلى أن الجزائر تنتمي إلى هذه الحضارة الإسلامية المشعة التي نشرت نورها على الأمم. كذلك رافضة لسياسة الإدماج، كما يظهر في قول الشاعر عجل فلن أغدو فرنسية، وهنا رفض أن تكون الجزائر فرنسية. كذلك معتزة بعروبتها التي تسري في دمها، كما يظهر في قول الشاعر عروبتي أقوى من الخنجر، عروبتي دمي وهل أعيش دون دم. إذن هذا بالنسبة لأهم الأوصاف التي ذكرها الشاعر بالنسبة لجميلة. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي، بمن شبه الشاعر البطلة جميلة فيما تتشابهان؟ إذن الشاعر قام بعملية الإسقاط والتشبيه، شبهها بخولة بنت الأزور، كما يظهر في قوله لم تدري أن خولة عادت إلى الوجود. إذن بدأ بذكر خولة بنت الأزور ثم قال عادت إلى الوجود بزندها الأسمر لكنهم يدعونها جميلة، وهنا الربط بين خولة بنت الأزور وكذلك جميلة بوحيرت، فهو يشبهها بخولة بنت الأزور إحدى البطلات المسلمات اللواتي شاركن في الغزوات الإسلامية في صدر الإسلام. فيما تتشابهان؟ إذن تتشابهان أولا في الأنوثة، أيضا في البطولة والتضحية في سبيل الدفاع عن الدين والوطني والانتماء للأمة الإسلامية، فمثلما جاهدت خولة بنت الأزور ودافعت عن الإسلام في صدر الإسلام، وكذلك دافعت عن دينها وعن وطنها، كذلك جميلة بوحيرد في العصر الحديث تدافع عن الجزائر وتضحي من أجل الدفاع عن الوطن وعن الدين وعن الانتماء للأمة الإسلامية. السؤال الموالي، ما دلالة هذا التشبيه والإسقاط؟ إذن بالنسبة لهذا التشبيه يدل على إضفاء القداسة على شخصية جميلة، إذن يحاول الشاعر إضفاء القدسية على شخصية جميلة لأنه يربطها بالجانب الديني الذي تمثله خولة. إذن هذه الشخصية الإسلامية الشهيرة بجهادها في سبيل نشر راية الإسلام، وبذلك يحاول الشاعر أن يضفي هذه القداسة على شخصية جميلة بهذا الربط. كذلك ربط أمجاد الماضي أو ربط أمجاد الحاضر بأمجاد الماضي، وكأن كفاح المرأة المسلمة يتواصل عبر التاريخ، مثلما ناضلت وكافحت في الماضي هي أيضا تناضل وتكافح في الحاضر، وبذلك هناك ربط لأمجاد الحاضر بأمجاد الماضي. أيضا تمجيد كفاح المرأة المسلمة عبر التاريخ، إذن فهنا يبين أن المرأة المسلمة كفاحها ليس بالجديد، فهو أيضا كفحت على مر العصور، وهذا الربط هو دليل على كفاح المرأة منذ ظهور الإسلام إلى غاية الآن عن دينها وعن وطنها وغير ذلك، وبذلك فهو يحاول أن يمجد كفاح المرأة المسلمة عبر التاريخ.
يظهر ذلك جليا في قول الشاعر: هي لن تموت فخولة. إذن نضال المرأة المسلمة لن يموت. فخولة لما تزل رغم الردى نجمة، تلوح في العتمة ياقوتة خضراء بسامة. إذن هذا النضال وهذا الكفاح هو متواصل من خولة إلى غيرها من النساء الأخريات المناضلات كذلك، فجدتي تحكي لنا عنها. إذن هنا يحاول أن يبين القصة المرتبطة بخولة بنت الأزور، فجدتي تحكي لنا عنها، عن سيفها الذي تهابه الرقاب، وهنا نضال وكفاح خولة بنت الأزور بسيفها كذلك، وزندها الأسمر، وهنا إشارة إلى القوة والشجاعة وكذلك إلى العروبة، وكيف كانت بالعصا تشتت الكفار، إذن أنها كانت تحارب بشجاعة واستماتة، وأنقذت ذرار، وهنا إشارة إلى إنقاذ أخيها ذرار من الأسر. لكن جدتي لا تسمع الأخبار، وهنا يربط الماضي بالحاضر. جدتي لا تسمع الأخبار، لم تدري أن خولة عادت إلى الوجود بزندها الأسمر، لكنهم يدعونها جميلة. إذن هنا يربط الماضي بالحاضر. السؤال الموالي: يذكر الشاعر في نصه ببعض البطولات والوقائع التاريخية، ما العبرة من ذلك؟ إذن يذكر الشاعر في هذا النص كما ذكرنا بالبطولات التاريخية الإسلامية مثل بطولات خولة بنت الأزور، أما العبرة من ذلك فهي إحياء التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولات والتضحيات، ذلك ربط الحاضر بالماضي. إذن يربط الشاعر بين بطولات جميلة وبطولات خولة بنت الأزور، وبذلك يربط بين الماضي، بين الحاضر والماضي، ويعتبر تلك البطولات بطولات، أو يعتبر بطولات الحاضر امتدادا رائعا لبطولات الماضي المجيد، وكأن هذا الماضي المجيد يتكرر ويعود في حاضري جميلة. ننتقل إلى السؤال الموالي: في النص عاطفتان متناقضتان، حددهما. إذن تظهر في هذه القصيدة أولا عاطفة الإعجاب والافتخار والاعتزاز ببطولات جميلة، كما يقول الشاعر: ما أروع السجينة، ما أروع الصمود من جميلة، يهابها السجان، جميلة يهابها الرجال، جميلة اللب الجريحة. إذن هنا تظهر هذه العاطفة، عاطفة الإعجاب والافتخار والاعتزاز ببطولات جميلة، وكذلك تظهر عاطفة أخرى في القصيدة وهي عاطفة الكره للمستعمر الفرنسي الظالم، كما يقول الشاعر في المقطع الأخير: يا أنت يا سجان، يا حامي الحضارة العتيدة، حضارة القرصان، حضارة الخنجر. كذلك في قوله: عجل فلن أغدو فرنسية. إذن كل هذه العبارات تدل على عاطفة الكره لهذا المستعمر الفرنسي الظالم. ننتقل الآن إلى آخر أمر متعلق بالاكتشاف، وهو تحديد الفكرة العامة والأفكار الجزئية. بالنسبة للفكرة العامة، فالشاعر في هذه القصيدة يمجد البطولات، تمجيد بطولات المرأة العربية البطلة الصامدة جميلة حتى تكون قدوة يحتذى بها في عالم التضحية. أما بالنسبة للأفكار الأساسية، الفكرة الأولى هي من السطر الأول إلى غاية السطر العاشر، وهنا نلاحظ أن الشاعر يمجد خولة الصحابية ويتغنى ببطولاتها، وذلك في قوله: هي لن تموت فخولة، إلى غاية قوله: وأنقذت ذرار. إذن في هذا المقطع يمجد الشاعر كما قلنا خولة الصحابية ويتغنى ببطولاتها. أما في المقطع الثاني من قوله: لكن جدتي لا تسمع الأخبار، إلى غاية قوله: جميلة يهابها الرجال. إذن من السطر الحادي عشر إلى غاية السطر الثاني والعشرين، فهنا ميلاد خولة يتجسد في بطولة جميلة الجريئة الصامدة. إذن هنا يبين أن خولة عادت من جديد، ولكن في بطولات جميلة بحيرت. الفكرة الثالثة من المقطع أو من السطر الثالث والعشرين إلى غاية السطر التاسع والعشرين، من قوله: جميلة اللب الجريحة، إلى غاية قوله: وخلف كل صخرة سنان. فهنا تحدي المستعمر وتمسك بالثورة. إذن جميلة اللب الجريحة تفتر فوق ثغرها ابتسامة كأنها تقول لتشرب السياط من دمي. إذن نبرة التحدي واضحة هنا، فهنا تحدي المستعمر وتمسك بالثورة، يظهر التمسك بالثورة في قولها: زيتوننا بنادق ونخلنا رماح، أي كل ما في هذا الوطن يناضل، حتى الطبيعة تناضل وتكافح ضد هذا المستعمر.
أما الفكرة الرابعة فهي بقية الأسطر، أي من السطر 30 إلى غاية السطر 39 من قوله يا أنت يا سجان إلى غاية قوله عروبتي دمي وهل أعيش دون دم. وهنا تهكم وازدراء، تهكم وازدراء جميلة من الحضارة الغربية واعتزاز بالعروبة. إذن يا أنت يا سجان يا حامي الحضارة العتيدة، هنا ازدراء واحتقار للحضارة الغربية. ثم في قوله عروبتي أقوى عروبتي دمي، هنا اعتزاز بالعروبة. هذا فيما يتعلق بالفكرة العامة والأفكار الأساسية. وأيضا فيما يتعلق بالاكتشاف ننتقل الآن إلى المناقشة. السؤال الأول، هل تلمح شخصية الشاعر من خلال النص؟ استخرج العبارات التي تؤكد ذلك. إذن عند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أن شخصية الشاعر تبدو جلية في هذا النص، إذ تتجلى لهفته على سماع قصص البطولات الإسلامية، كذلك اعتزازه بالقصيدة قومية، ويظهر ذلك جليا في قوله تحكي لنا في المقطع الأول، تحكي لنا عنها لنا. إذن هنا هذا الضمير يبين وجود شخصية الشاعر في هذا النص، وبذلك هنا يعتز أو يتلهف على سماع قصص البطولات الإسلامية. كذلك في قوله عروبتي دمي هل أعيش دون دم، وكذلك في قوله عروبتي أقوى من الخنجر، فهنا الشاعر يترجم على لسان البطلة اعتزازه بقوميته، هنا الاعتزاز بالقومية. فالضمير المتكلم هنا صحيح أنه على لسان اللسان جميلة، ولكنه يترجم حال الشاعر وهو الاعتزاز بالقومية العربية عند الشاعر شفيق الكمالي. ننتقل إلى السؤال الموالي، عما يعبر موقف الشعراء العرب الإيجابي من القضية الجزائرية؟ إذن بالنسبة للشعراء العرب تفاعلوا مع القضية الجزائرية تفاعلا واسعا جدا، وهذا يعبر عن تعاطفهم مع الثورة الجزائرية والقضية الجزائرية ومساندتهم لها، كذلك إيمانهم بالقومية. إذن يعبر عن انتماء هؤلاء الشعراء القومي واعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية والأمة الإسلامية. إذن اعتبار الجزائر عضوا لا يستأصل من جسد الأمة الإسلامية، كذلك هو يعتبر فصل خالدا من فصول شجاعتها وبطولتها وعزها وفخارها. إذن بالنسبة للثورة الجزائرية هي ثورة تدعو للفخر، تدعو لكذلك العز والبطولة، فهي تمثل أمجاد العرب وتمثل بطولات العرب، فأعادت إحياء هذه البطولات وهذه الأمجاد. لذلك تفاعل الشعراء بتفاعل إيجابي مع الثورة الجزائرية. سؤال الموالي، يرى بعض النقاد أن الأدب أرقى من الحياة لأنه يقومها ويجعل منها فنا أدبيا يستهوي القراء، كيف يتحقق ذلك؟ إذن الأدب له غاية، إذن هذا النظم وهذا التفاعل مع الأحداث بالنسبة للشعراء له غايته، وتتمثل في تهذيب أذواق القراء، كذلك توعيتهم بواقعهم. إذن الأدب فيه توعية بهذا الواقع، فمن خلال رصد هذه الأمور المتعلقة بالثورة الجزائرية فهنا توعية القارئ بهذا الواقع السياسي، كذلك حملهم على تغييره إلى واقع أفضل. إذن الشاعر يحاول أن يساند، يحاول أن يوجه، يحاول أن يجد الحلول ويحمل هذا القارئ على تغيير هذا الواقع إلى الأفضل. إذن يتم توعية القارئ بهذا الواقع ثم تغيير هذا الواقع إلى الأفضل، كذلك اقتراح الحلول لمشاكلهم وقضاياهم. هذا ما يدل على الارتباط الوثيق بين الأديب وبين الأمة، إذ يحاول أن يلتزم بهذه القضايا وأن يقترح الحلول لهذه المشاكل والقضايا التي تواجه الأمة، كذلك السمو بهم إلى عالم أمثل تذوب فيه الفوارق الاجتماعية. إذن إزالة الفوارق الاجتماعية بين الأفراد، كذلك تتحكم فيها الإنسانية بزمام الأمور. إذن الدعوة إلى المثل الإنسانية مثل الحق والعدالة والمساواة، ذلك الحرية والسلام. إذن كل هذه الأمور يعالجها الأدب ويرتقي بحياة الناس إلى الأفضل. إذن قد استطاع الأدب شعرا ونثرا أن يجسد قضايا الأمة الهامة المصيرية من باب الالتزام. إذن التزام هؤلاء الأدباء بهذه القضايا هو ما جعل الأدب سواء شعرا أو نثرا يجسد هذه القضايا، كذلك حقق ثمارا في نشر الوعي، كذلك إثارة واستنهاض الهمم، حمل السلاح تحقيقا للحرية، مثل
ما هو ظاهر مع القضية الفلسطينية وكذلك الثورة الجزائرية. إذن دعم القضية الفلسطينية ودعم الثورة الجزائرية نحو التحرر واسترجاع الحرية هي من الأمور التي أثارها الكثير من الأدباء وأيضا في الشعر وكذلك في النثر، وهذا يعتبر من باب نشر الوعي واستنهاض الهمم لتغيير هذا الواقع إلى واقع أفضل. بذلك فالأدب يحمل رسالة مهمة جدا. ننتقل إلى السؤال الموالي. وظف الشاعر الرمز والإيحاء ليعمل فكر القارئ، وضح من خلال أمثلة. فمن مظاهر التجديد في شعر التفعيلة هو ميل الشعراء إلى توظيف الرمز والإيحاء بكثرة، وهذا ما يكسب القصيدة طاقات إيحائية أكثر وكذلك عمقا في المعاني وثراء كذلك، ويعطي كذلك للقارئ المجال لقراءات ذاتية متعددة ويفتح المجال لقراءات مختلفة لهذه القصائد. إذن الرمز من وظائفه هو إثراء وتعميق المعاني وكذلك مشاركة الشاعر القارئ في الوصول إلى هذه المعاني وهذه القراءات. من بين الرموز التي وظفها الشاعر في هذه القصيدة، أولا رمز خولة، إذن خولة، وهنا رمز تاريخي ديني إسلامي، فهي ترمز للشجاعة والقوة والتضحية. أيضا رمز جميلة، إذن جميلة أصبحت رمز من رموز الثورة الجزائرية، فهي رمز تاريخي واقعي، فهي أيضا ترمز للشجاعة والقوة والتضحية. كذلك وظف نجمة في قوله ما تزل رغم الردى نجمة، إذن نجمة هو رمز طبيعي وتدل على السمو والقدوة الحسنة والشهرة. كذلك وظف رمز اللبؤة، إذن في قوله جميلة اللبؤة الجريحة، واللبؤة أيضا رمز طبيعي يوحي بالقوة والشجاعة. كذلك حمامة في قوله حمامة سجينة، وهو رمز طبيعي، والحمامة رمز السلام والحرية. كذلك زيتوننا نخلنا في قوله زيتوننا بنادق ونخلنا رماح، فالزيتون والنخل رمز طبيعي، الزيتون يرمز للأصالة والنخل وكذلك للحرية، النخل يرمز للشموخ والنضال وأيضا للعروبة. إذن كل هذه المعاني نجدها في الزيتون وكذلك في النخل. كذلك الإيحاء في قوله حضارة القرصان أو الرمز رمز القرصان، فهو رمز تاريخي يوحي بالمستعمر. كذلك حضارة المشعل توحي بإشعاع الحضارة الإسلامية. كذلك الإيحاء في قوله قلب الثرى الأحمر، فهي توحي بأن القلب يوحي بالمركز، والثرى يوحي بأرض الجزائر، والأحمر يوحي بالثورة وكذلك التضحيات. أيضا جدتي رمز تراثي اجتماعي للأخبار والحكايات وغيرها من الرموز والإيحاءات الأخرى التي نجدها في هذه القصيدة. وهذا الإيحاء أكسب الألفاظ معاني جديدة مبتدعة حررتها من قيود معانيها القاموسية القديمة، وبذلك جعلت القارئ يساهم بمخيلته لتفهم المعاني الجديدة من خلال سياقاتها. السؤال الموالي. يعكس النص نزعة بارزة عند الشاعر، وضحها مع التمثيل لها من النص. إذن النزعة البارزة في هذه القصيدة هي النزعة القومية، وتتجلى في توظيف الشاعر لضمير المتكلم تعبيرا عن قوميته، مثل قوله تحكي لنا، كذلك في قوله عروبتي، كذلك عروبتي دمي. إذن هذا الضمير يدل على قومية الشاعر، فهو عراقي الجنسية متعلق بقضية قومية وهي الثورة الجزائرية وأبطالها، فانتصارها هو انتصار لكل العرب، وذلك للروابط الموجودة بين هذه الدول. وبذلك فالشاعر هنا عبر عن هذه النزعة القومية التي تدل على انتمائه للعروبة وللأمة العربية، كما يعبر عن التزامه بقضايا أمته وشعوره بالمسؤولية. هذه النزعة لها علاقة وطيدة بالالتزام، إذن النزعة القومية مرتبطة بالالتزام، فهذه النزعة دليل على التزام الشاعر وشعوره بالمسؤولية تجاه قضايا أمته. سؤال الموالي. في النص صراع غير متكافئ بين العدو وبين البطلة، ما السر في اقتناعها بإمكانية انهزامه؟ إذن يكمن سر ذلك في إيمانها بعدالة قضيتها. إذن جميلة وأيضا كل الثوار الجزائريين والشعب الجزائري كان موقنا ومؤمنا بعدالة قضيته، لأنها قضية حق واسترجاع
السلام والحرية لهذا الوطن. أيضا يقينها بأن الشعب الجزائري شعب أبي متجدر بأرضه لن يساوم ويتخلى عنها إلى آخر قطرة من دمه، وهو مستعد للتضحية في سبيل ذلك، بينما العدو متشبث بالحياة مرعوب من الموت. إذن هذا هو الأمر الذي جعل هذه القضية تنجح في الأخير، وهو الإيمان بأنها قضية عادلة وأنها قضية استرجاع حق وليست قضية ظلم أو اعتداء، بينما المستعمر هو الذي يشعر بأنه معتدي وظالم، لذلك فهو مرعوب من الموت. أما الشعب الجزائري فكان شعب أبي مناضل متجذر لا يساوم على وطنه ودافع عن ذلك إلى آخر قطرة من دمه. السؤال الموالي: هل عبر الشاعر عن موقفه الخاص أم تحدث بلسان كل عربي يصبو إلى السيادة؟ وضح. نلاحظ أن الشاعر تحدث بالضمير الجمعي وتحدث بضمير مفرد، ولكن الذي يدل على العام فهو يتحدث بلسان كل عربي، يعبر عن موقفه الخاص وعن موقف كل عربي غيور يصبو إلى السيادة، لأن الشاعر هو لسان حال الشعوب والأمم. فيما يتعلق بالمناقشة ننتقل الآن إلى بناء النص. السؤال الأول: ما النمط التعبيري الغالب على النص؟ علل إجابتك. إذن اعتمد الشاعر في هذه القصيدة على النمط السردي، إذ يسرد الشاعر قصتين: قصة خولة بنت الأزور وقصة جميلة بحيرد. كذلك يوجد نمط رافد، إذن استنتج النمط الرافد أو الخادم، وهو النمط الوصفي، حيث يصف الشاعر مواقف كل من خولة وجميلة، المواقف البطولية لخولة وجميلة، ويركز في هذه القصيدة على وصف صمود البطلة الشهيدة جميلة بحيرد، كما يظهر في قوله: جميلة اللبؤة، جميلة حمامة سجينة، إلى آخره. والسردي في قوله: هي لن تموت لما تزل رغم الردى تلوح في العتمة. إذن هنا سرد بالإضافة إلى الوصف. كذلك: لم تدري أن خولة عادت إلى الوجود بزندها الأسمر لكنهم يدعونها جميلة. إذن النمط السردي هو النمط الغالب على هذه القصيدة، يخدمه النمط الوصفي، وهذا واضح في هذه القصيدة. السؤال الموالي متعلق بالتصوير الفني في النص. إذن استخرج من النص الصور التي تعكس بطولات جميلة وتضحياتها. إذن وظف الشاعر العديد من الصور البيانية التي تعكس هذه البطولات والتضحيات من جميلة. أولا التشبيه البليغ في قوله: جميلة اللبؤة الجريحة، فشبه جميلة باللبؤة. أما سر بلاغة هذه الصورة هو بيان مقدار صفة الشراسة التي يمتاز بها الحيوان المفترس الجريح المهدد، وألحق هذا الأمر بجميلة. كذلك في قوله: حضارة القرصان، فهنا أيضا تشبيه بليغ، فشبه حضارة المستعمر بالقرصان. كذلك الاستعارة المكنية في قوله: لتشرب السياط من دمي، فهنا السياط شبهه بالإنسان أو الحيوان الذي يشرب ويشرب من دم جميلة بحيرد. فهنا سر بلاغة هذه الصورة هو يكمن في تشخيص المعنوي أو تجسيد المعنوي في صورة محسوسة قريبة إلى الأذهان. إذن هنا استعارة مكنية، شبه السياط بحيوان أو بإنسان يشرب، وحذف المشبه به وتركت قرينة تدل عليه وهي يشرب أو تشرب على سبيل الاستعارة المكنية. كذلك وظف الكناية في قوله: تفتر فوق ثغرها ابتسامة، وهنا كناية عن صفة التحدي. كذلك بالنسبة لي صورة أخرى الثرى الأحمر هي كناية، كذلك كناية عن صفة وهي صفة التضحية. أما بالنسبة للكناية الأولى تفتر فوق ثغرها ابتسامة فهي كناية عن صفة التحدي، أما بلاغتها فتكمن في ذكر الحقيقة مصحوبة بدليلها. إذن هنا ذكر الأمر مصحوبا بدليله هو سر من أسرار بلاغة الكناية. كذلك ابتسامتها رغم جرحها وتعذيبها دليل على تحديها لجلادها. كذلك لدينا المجاز المرسل في قول الشاعر: تهابها الرقاب، هنا ذكر الرقاب وهو الجزء ويريد الكل، إذن يريد العدو. إذن ذكر الرقاب ويريد وهي جزء ويريد الكل، وبذلك فالعلاقة جزئية. إذن مجاز مرسل علاقته الجزئية، ذكر الجزء الرقاب ويريد الكل. إذن هذا فيما يتعلق بالصور البيانية في هذه القصيدة. إذن نكتفي بهذا القدر، ننتقل الآن إلى
آخر وهو متعلق أيضا بالتصوير الفني في النص، وأيضا من مظاهر التجديد في الشعر الحر أو شعر التفعيلة، وهو الصورة الشعرية الكلية. إذا اعتمد الشاعر الصورة الشعرية الكلية، وضح ذلك. إذا نلاحظ أن الشاعر جدد في تركيب الصورة الشعرية، والصورة الشعرية هي من ميزات الشعر الحر أو شعر التفعيلة، فهي تركيب كلي. إذا الشاعر نلاحظ أنه ركب تركيبا كليا في تصويره لبطولات جميلة، حيث يمتزج فيها الصدق العاطفي. إذا نلاحظ أن العاطفة تمتزج مع الخيال الذي يحدد معالم الصورة من خلال الصور البيانية الجزئية كما رأيناها. إذا تخيلها مثل خولة إلى آخره، تخيلها مثل اللبؤة. إذا هذه الصورة الكلية تمتزج فيها العاطفة ويمتزج معها كذلك الخيال واللغة الشعرية المشحونة بالرموز والإيحاءات. إذا كل هذه الأمور تتكامل لتشكل لنا الصورة الشعرية الكلية الواردة في هذه القصيدة. الصورة الشعرية الكلية هي صورة شعرية مركبة وليست جزئية مثل الصورة البيانية، فهي كلية ومركبة كذلك، فيها العديد من العناصر يمتزج فيها أو تمتزج فيها العاطفة مع الخيال مع اللغة. إذن الخيال بالصور الجزئية وكذلك بالصورة التي تخيل فيها أو تخيل بها الشاعر البطلة، كما قلنا تخيلها مثل خولة مثل اللبؤة مثل الحمامة السجينة، ثم اللغة الشعرية كما قلنا المشحونة بالرموز والإيحاءات. إذن هذا فيما يتعلق بالصورة الشعرية، وكما قلنا هي من مظاهر التجديد في شعر التفعيلة. ننتقل إلى الأساليب. إذن ما الأسلوب البلاغي الغالب في النص؟ ما الغرض منه؟ الأسلوب الغالب هو الخبري، لأنه ينقل حقائق عن تضحيات وبطولات جميلة. أما غرضه فنجد مثلا التعظيم مثل قوله جميل اللبؤة، كذلك الفخر والاعتزاز مثل قوله عروبتي أقوى، أيضا التحدي مثل قوله تفتر فوق ثغرها ابتسامة. كذلك وظف الشاعر بعض الأساليب الإنشائية حددها مبينا غرضها البلاغي، منها النداء في قوله يا أنت يا سجان، إذا نداء غرضه التحدي. كذلك التعجب في قوله ما أروع السجينة، إذا أسلوب إنشائي بصيغة التعجب غرضه التعظيم والاعتزاز بجميلة وبطولاتها. ننتقل إلى الأمر آخر في بناء النص، وهو الجانب الموسيقي. إذا أرصد التجديد الموسيقي مبينا الدور في تعدد التجربة الشعورية لدى الشاعر. إذا بالنسبة للشعر الحر أو شعر التفعيلة فيه تجديد موسيقي يظهر بشكل جلي في تنوع القوافي وكذلك المقاطع والأسطر الموسيقية. إذا كان لموسيقى هذا النص دور أساسي في الصياغة الشعرية، لأنها ساعدت على وصول الأفكار والمشاعر في صورة صوتية تأنس لها النفس وتجد فيها متعة لا تجدها في الكلام الخالي من الموسيقى. تمثل التجديد الموسيقي في هذه القصيدة في تنوع القوافي، إذا لا يوجد قافية واحدة بل قوافي متنوعة. كذلك انقسمت القصيدة إلى مقاطع ولكل مقطع قافية مع الحفاظ على الوزن. كذلك حل سطر الشعر محل البيت، اختفت وحدة الوزن والقافية، لم يعد باقيا من الوزن سوى وحدة التفعيلة، وهنا اعتمد الشاعر على تفعيلة بحر الكامل متفاعل. إذن وبذلك فنلاحظ هنا التجديد من الجانب الموسيقي المتعلق ب التفعيلة، وهو اعتماد تفعيلة واحدة، وكذلك التنويع في القافية واعتماد السطر الشعري، وهذا ما يمنح الشاعر حرية أكثر خاصة من ناحية التدفق العاطفي والأفكار. ننتقل الآن إلى الاتساق والانسجام. نبدأ أولا بمظاهر الاتساق. أولا الربط بالأدوات. إذا عد إلى النص وعين الروابط التي وظفها الشاعر في نصه، ما أثر هذه الروابط على أفكار الشاعر. بالنسبة للروابط أو الأدوات التي وظفها الشاعر في هذه القصيدة، نجد أدوات التوكيد، حروف الجر، حروف العطف، ظروف الزمان والمكان، أدوات الشرط. أثر هذه الروابط على الأفكار التي عبر عنها الشاعر هو جعلها متسقة ومتسلسلة وواضحة. ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر الاتساق، وهو الربط بالإحالة. إذن حدد العناصر الإحالية وبين نوع الإحالة. بالنسبة للإحالة في هذا النص، استعان الشاعر بالإحالة بالضمير، وهنا الضمير المنفصل هي، وكذلك الضمير المستتر في قوله تموت، تلوح، كانت، تشتت، أنقذت، والضمير المتصل ها في قوله سيفها، سيفها، عنها، زندها، وهنا المحال إليه هي خولة. ويوجد إحالة قبلية وكذلك إحالة بعدية، مثلا في قوله هي لن تموت فخولة، هنا هي إحالة بعدية، ثم في قوله تلوح في العتمة، هنا إحالة قبلية.
أما الإحالة الأخرى هي في جميلة، في قوله يهابها عينيها ثغرها، فهنا الهاء تعود على جميلة وهي إحالة قبلية. كذلك استعمل الشاعر الإحالة بالاسم الموصول في قوله عن سيفها الذي تهابه الرقاب، إذن الذي اسم الموصول يعود على السيف وبذلك فهو إحالة قبلية. إذن دور الإحالة هو الربط وكذلك تجنب التكرار، وأيضا تدل على أن الموضوع واحد. أيضا يوجد الربط الدلالي من مظاهر الاتساق في هذا النص. الربط الدلالي ورد التكرار في النص بكثرة، بين دلالة هذا التكرار ودوره في بناء النص. إذن التكرار من أنواع الربط الدلالي. إذن تكررت لفظة حضارة 5 مرات لتحقق علاقة تضاد بين الحضارة الغربية الزائفة التي ظاهرها أخوة وحرية ومساواة وباطنها عدوان واستعمار وقهر، وبين الحضارة الإسلامية الأصيلة التي تبشر بالسلام والحب والأخوة والتسامح والمساواة. إذن في آخر المقطع تكررت لفظة حضارة. كذلك كرر لفظة عروبتي التي تدل على نزعة الشاعر القومية. إذن هذه من بين الأمور التي كررها الشاعر. دلالة التكرار هو الربط وكذلك التأكيد. إذن هذا بالنسبة لدلالة التكرار، هو مظهر من مظاهر الاتساق في الجانب الدلالي. إذن هذا فيما يتعلق بالاتساق. ننتقل الآن إلى الانسجام، ونلاحظ أن الشاعر قد وظف بعض مظاهر الانسجام، منها العلاقة المعنوية الرابطة بين أجزاء النص. إذن ما العلاقة المعنوية الرابطة بين أجزاء النص؟ إذن هي الوحدة العضوية، وهو رابط معنوي دليل على انسجام القصيدة. توفرت الوحدة العضوية بين أسطر القصيدة مما جعلها بناء متكاملا مترابط الأعضاء أو الأسطر، فعند القراءة نلمس خيطا شعوريا واحدا وحدة الموضوع، كذلك أنه لا يمكن التقديم والتأخير بين الأسطر، فالنص هو لحمة واحدة مثل العضو المتكامل المتراص المترابط الذي لا يمكن أن نغير جزءا منه في موضع آخر، وهذا دليل على الوحدة العضوية. كذلك رابط معنوي آخر وهو علاقة العنوان بالنص. إذن ما دلالة العنوان وما علاقته بمضمون النص؟ العنوان يدل على شخصية القصيدة وهي جميلة، التي تدل على البطولة والتضحية، وهو يلخص مضمون النص. هذا فيما يتعلق بالاتساق والانسجام. ننتقل الآن إلى آخر مرحلة في دراسة النص الأدبي، وهي أجمل القول في دراسة النص. السؤال الأول: كيف ارتبط الشاعر بالثورة الجزائرية؟ وما هو موقفه من حضارة العصر؟ وكيف تجد تصوير الشاعر للحقائق التاريخية؟ بالنسبة لي الشاعر شفيق الكمالي فهو يرتبط بالثورة الجزائرية أعمق ارتباط، وبقواها الحية أعمق اتصال، وبأمته العربية أعمق التحام، وإذ يتسلق سلم التفاؤل مبشرا بمطلع فجر جديد وانطلاقة تتجاوز حدود الجزائر وتتعانق مع الجرح المشرقي في وحدة ثأر عربية، فإنه في الوقت نفسه اتخذ موقفا رافضا. إذن موقفه من حضارة العصر الحضارة الغربية هي موقف الرفض، فهو رافض لسلبيات الحضارة المعاصرة وصورها البشعة، فهي حضارة زائفة كاذبة لم تحقق للمجتمع الإنساني، أو لم تحقق المجتمع الإنساني الذي يسوده السلم والتقدم والإخاء والعدل. ثم كيف صور الشاعر هذه الحقائق التاريخية؟ إذن الشاعر في هذا النص لا يصور حقيقة تاريخية يعيشها إنسان يرزح تحت نير الاستعمار، بل يتجاوز ذلك إلى دلالات خصبة تتولد وتتوالد مع الأحداث وتتناسخ بتناسخ الرموز التي وظفها الشاعر في هذه القصيدة، وهو الانتقال بين الحاضر والماضي كما رأينا في تحليل هذه القصيدة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. ننتقل إلى السؤال الموالي، وهو مرتبط بالغرض الشعري أو النوع الشعري لهذا النص. إلى أي نوع شعري ينتمي النص؟ عرفه واذكر خصائصه الفنية. يصنف النص في عداد الشعر السياسي القومي. إذن هذه القصيدة من الشعر السياسي القومي، لماذا؟ لأنه يتحدث عن موضوع سياسي وهو الثورة الجزائرية أو عظمة جميلة ونضال المرأة الجزائرية، متغنيا بالقومية والانتماء للعروبة. إذن هذه القصيدة لا يوجد فيها دعوة إلى التحرر، ليس شعرا سياسيا تحرريا، بل هو تغني بالقومية، فهو شعر سياسي ولكن مرتبط بالجانب القومي. لذلك قلنا
شعر سياسي قومي. إذن تعريفه هو غرض شعري حديث ظهر في بداية القرن العشرين مواكبا للأحداث السياسية وقضايا التحرر، متغنيا بها وبالقومية، مدافعا عنها وعن أهدافها. أما خصائص هذا النوع من الشعر فهو يتميز أولا بالطابع الإنساني، التطلع للحياة الكريمة، والطابع الوجداني، عواطف الإجلال والإكبار للمقاومة، وهنا يتحدث عن بطولات جميلة، الطابع التاريخي لأنه يؤرخ لأحداث تاريخية في فترات معينة، وأيضا التغني بالقومية والعروبة، وهذا واضح في هذه القصيدة. السؤال الموالي: يبدو الشاعر ملتزما في نصه، حدد مفهوم الالتزام وبين مؤشراته من خلال النص. إذن عندما تحدثنا عن نزعة الشاعر وهي النزعة القومية ذكرنا أنها مرتبطة بالالتزام، وكذلك الشعر السياسي القومي مرتبط كذلك بالالتزام، وهنا يبدو الشاعر ملتزما. فالالتزام هو أن يسخر الأديب قلمه لمعالجة قضايا أمته الوطنية والقومية والشعور بالمسؤولية تجاه ذلك عن قناعة وحرية دون قيد أو إلزام، والبحث عن الحلول والبدائل، وهذا واضح في هذه القصيدة. فالشاعر التزم بقضية أمته وهي قضية الثورة الجزائرية وبطولات الثوار وكذلك الدعم والمساندة لهؤلاء، فهو يشعر بهذه المسؤولية، مقتنع حر في ذلك، وهذا الأمر يدل على التزامه. كذلك مظاهر الالتزام: لن تبني الشاعر لقضية العربة القومية وهي الثورة الجزائرية، أيضا اقتراح الحل في الدعوة للتمسك بالأرض، كذلك التعبير بضمير الجمع نحن الذي يدل على روح الانتماء والقومية، التغني بالحرية والبطولة. إذا هذه بعض المظاهر التي نجدها في هذه القصيدة للالتزام. السؤال الموالي: سمي المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الشاعر مبينا أهم خصائصها الفنية. إذا ينتمي الشاعر من خلال هذه القصيدة إلى مدرسة الشعر الجديد أو شعر التفعيلة، مذهبه واقعي رمزي. أما خصائص هذه المدرسة أو مظاهر التجديد بالنسبة لهذه المدرسة، إذا هي خصائص المدرسة مدرسة شعر التفعيلة وتعتبر من مظاهر التجديد. أولا من ناحية الشكل، أن القصيدة بناء شعور يبدأ من نقطة ثم يأخذ في النمو حتى يكتمل. أيضا أن القصيدة عبارة عن مقاطع وكل مقطع يمثل عنصر من عناصر القصيدة. أيضا تبنى القصيدة على وحدة التفعيلة ويحل السطر الشعري محل البيت الشعري. كذلك لا تلتزم القصيدة قافية واحدة، ليس لها نظام محدد لتوزيع القوافي. كذلك ترتكز على الموسيقى الداخلية وإيحاء الكلمات وجرسها، استخدام الألفاظ المتداولة أي اللغة البسيطة السهلة ومنحها طاقات إيحائية تستمد من السياق. كذلك اعتماد الرمز والميل إلى الأساطير والاهتمام بالصورة الشعرية والخيال. إذن هذا بالنسبة للشكل، وكذلك الصورة الشعرية يمكن ذكرها في المضمون. بالنسبة للمضمون نلاحظ أن الشعر شعر التفعيلة يعتمد على التعبير عن الواقع وعن معاناة حقيقية كما هو وارد في هذه القصيدة، قضية الثورة الجزائرية فهي واقع. كذلك الشعر وظيفة اجتماعية فهو يكشف عن مواطن التخلف في المجتمع. أيضا التجديد في الأغراض، إذا هنا شعر سياسي قومي، خصوصا اهتم الشعراء بالقضايا الإنسانية، إذا هنا يوجد الجانب الإنساني. ذلك الاجتماعي والوطنية كالدعوة إلى الاستقلال والتحرر ومقاومة الأعداء وهموم الشعب. ننتقل إلى السؤال الموالي: من أكثر الثورات التي استرعت اهتمام الشعراء العرب ثورة التحرير الجزائرية، فنظموا فيها القصائد التي تمجد قيمة هذه الثورة والثوار، فما هي أهم قيم الثورة الجزائرية عند الشعراء العرب وما دوافع هذا الاهتمام؟ إذن هذا الاهتمام بمعنى الالتزام بالثورة الجزائرية. إذن القيم التي تضمنتها الثورة الجزائرية كثيرة، منها المطالبة بالحرية، الكرامة، العدالة، السلام، تحقيق الأخوة، المساواة، فهي ثورة حق وليست ثورة ظلم. كذلك التضحية في سبيل العزة والكرامة، أيضا إثبات الشخصية العربية، العروبة للجزائر، دحر المستعمر، بعث أمجاد وبطولة الأمة العربية في مقاومة الظلم. إذن هذه بعض القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية. أما أسباب ودوافع اهتمام الشعراء بالثورة الجزائرية أو دوافع التزام الشعراء العرب بالثورة الجزائرية كثيرة، منها الجرائم والمجازر التي ارتكبها المستعمر في حق الشعب الجزائري. إذن هذه المجازر دفعت هؤلاء الشعراء للتعبير عن هذه الثورة ومساندة الثوار في هذه القضية. كذلك الانتماء القومي، إذا نزعتهم القومية هي الدافع، اعتزازهم بعروبة الجزائر. أيضا أن الثورة الجزائرية قامت من أجل مبادئ وقيم وهي الحرية والعدل والحق والكرامة الإنسانية.
أيضا أن الثورة الجزائرية قامت بعد عجز الجيوش العربية عن استرجاع فلسطين آنذاك، مما أشعر الناس بالخيبة والإحباط، فكان قيام الثورة الجزائرية بمثابة الأمل الجديد لأخذ الثأر وإنقاذ العروبة. كذلك إن اهتمام الشعراء في الوطن العربي بالثورة التحريرية هو دليل على تمسكهم بانتمائهم العربي الإسلامي، كذلك تعبير عن مساندتهم القوية لإخوانهم في الجزائر ومؤازرتهم في محنتهم العصيبة. أغلب الشعراء العرب تحدثوا وتناولوا قضية الثورة التحريرية الجزائرية، ومن أمثال هؤلاء الشاعر السوري سليمان العيسى الذي له ديوان خاص بالثورة الجزائرية، كذلك الشاعر الفلسطيني محمود درويش، الشاعر السوري نزار قباني، الشاعر السوداني الفيتوري، كذلك المصري صلاح عبد الصبور وغيرهم من الشعراء، كذلك نازك الملائكة، الشاعر العراقية بدر شاكر السياب أيضا شاعر عراقي وغيرهم. الشعراء العرب أغلبهم تناول موضوع الثورة التحريرية الجزائرية. السؤال الموالي: بما يمتاز أسلوب شفيق الكمالي من خلال هذه القصيدة؟ إذن يظهر من خلال هذه القصيدة أن الشاعر العراقي شفيق الكمالي شاعر مجدد، وجوهر التجديد في هذه القصيدة واعتماد شعره التفعيلة. كذلك قصائد شفيق الكمالي تعكس منح الشاعر الواقعي في النظم والمقدرة على الابتكار واعتماد الأسلوب الحر والعذب. من خصائص شعره الفنية من خلال هذه القصيدة السهولة، أيضا النص يعبر عن سهولة ووضوح في طرح الأفكار والآراء خاصة السياسية المتعلقة بهذا الموضوع، استخدام الألفاظ والمفردات الجميلة، كذلك استخدام التصوير في شعره، الأخذ من التراث والمكنوز الثقافي مثلا الديني هنا خولة، إذا عاد إلى التاريخ، كذلك استخدام الرموز المتنوعة، قصائده السياسية فيها بصمة تفاؤلية، إذا هنا التفاؤل بالحرية إلى غير ذلك، أيضا نزعته القومية واضحة في هذه القصيدة وروح الانتماء والالتزام. ننتقل الآن إلى أهم القيم والنزعات الواردة في هذه القصيدة. إذن لدينا قيمة فنية متعلقة بخصائص الشعر الفنية وكذلك خصائص الشعر السياسي وكذلك الالتزام، أيضا قيمة إنسانية الحق في الحرية والحياة الكريمة، قيمة سياسية فموضوع النص موضوع سياسي، كذلك قيمة تاريخية وهي الثورة الجزائرية فهي أحداث تاريخية. أما بالنسبة للنزعات فلدينا النزعة القومية وهي نزعة بارزة أي الدفاع عن قضايا الأمة. إلى هنا نأتي إلى ختام موعدنا، أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.